السلام عليكم. اليوم جاء خبر يعني مفرح ويؤكد على أن ملعب وهران الجديد راه انتهت الأشغال به كلية 100%. وما يؤكد هذا الخبر هو أنه تم قرار فتح الملعب في الأسبوع هذا أو الأسبوع المقبل. هنا نشوف لو نوفو ستاد دوران اي ا بارتي دو لا سيمين بروشين اوفر افيك كوم بروميي ايفينمون لي جوز افريكان. اذا يفتتح الاسبوع هذايا الاسبوع المقبل بمناسبة الالعاب الافريقية. وهذا الشيء انه يعني ياكد لنا انه راسيور يعني باللي الاشغال انتهت. وهذا يعتبر خبر صار يعني في الاخير. اذا صح فطوركم وصح الصيام والقيام، وان شاء الله عيد مبارك. وما تنساوش إخواننا في فلسطين. أترككم مع آخر الصور التي أخذت اليوم، والسلام عليكم.